السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده الوكالة يوم الحد، أي زيز دي ب7:30 عند الأستاذ سلامة. بيقعد في بيفرش فين؟ تحت الجراج، في الجراج بالظبط كده في النص. هنحط رقم تليفونه اللي يحب يتواصل معاه. هنكمل بقية الفيديو بقى عشان عندهم حاجات حلوة كتير. مخمرية ب10 جنيه، زيت برفان ب15، في زيت برفان ب7:30 زي ما انتوا شايفين كده، كلها حاجات حلوة. وهنكمل بقية الفيديو مع بعض. 15، شايفين الحاجات دي كلها 15. مخمرية ب10 جنيه. مخمرية ب10؟ مخمرية ب10. مخمرية ب10. وكان ايه؟ دي مخمرية ب10. حلوة أوي دي. مخمرية ب10 أوي. شايفين دي ما شاء الله. والروج بكام الروج يا حبيبتي؟ ها؟ ده ب15. ده ب15؟ والأقلام دي ب15؟ 15؟ من هنا بكام؟ 15 بدر؟ ها؟ بكام؟ 25. 25. مرجلي ولا حريش؟ بكام يا على ده؟ لا، 15. ايه؟ 27. انتوا شايفين كده، في حاجات ب25، في حاجات ب15، جت ب10، حاجات ب7:30. بس بصراحة عنده حاجات حلوة. عنده حاجات كمان اللي هي حاجات مايوي، في كتير. كان عنده تندر وعنده جرين، كان عنده حاجات حلوة كتير زي ما انتوا شايفين كده. وفي عنده بقى مكياجات كريم اساس وحاجات زي كده. في حاجات ب50، حاجات ب25، حاجات ب35. مش كله كل حاجة ولا ايه سعرها. خليها دي ب25. في تندر برضه ب25. تندر دي حاجات مايوي. مايوي دي على فكرة دي مايوي. ب25 حاجات مايوي يا بنات، ب25 جنيه حاجات مايوي، ب25 جنيه. 25 جنيه عندهم حاجات حلوة أوي. 25 جنيه بكام؟ الكريم ده بكام؟ نعم، ده ب20. ده ب20. يلا 15 و7 ونص. 25 ده ايه؟ ده عبارة عن 34. ده ب 15 يا فندم. 15. اي عالم روز ب 15. اي عالم روز ب 15. روز جراس ب 15. بكام؟ اي روز خشب ب 15. ده تنت ب 10 جنيه يا ابا. 10 جنيه؟ شايفين في كريستال ايه؟ 35. 35. شفرة حواجب ب 20. ب 20. دي ب 15. دي ب 15. والفرق؟ دي نوع ودي نوع يا ابني. دي نوع ودي نوع. دي نوع ودي نوع. 15. 15. لا دي بتجيب لها نص. دي على باو نبيا 15. كام؟ 15. باو نبيا. رقم له 15. ها؟ قلت لها رقم كيلو 11. 5 كيلو 5. 7 9. 1 3 9. انت لحد الجمعة بس؟ لحد الجمعة؟ لا، هنا بس لحد بس. لحد بس؟ ثلاث طبق اللبن. فرق ميك اب كام؟ هنا حتة؟ طبق اللبن. انتوا شايفين كده الحاجات دي كلها اهيت. في حاجات ب50 اهيت، دي كلها هي ماركات كريم اساس وحاجات زي كده. في برفانات، في شفره، في مخماريه، في روج. في عندهم حاجات حلوه كتير، كل حاجه ولها سعرها. بصراحه سعره عنده حاجات سعرها حلوه قوي، جميله ما شاء الله، جميله. ب 7:30. 7:30 ب 7:30 نائي كازونات. كازونات. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله لو نزلنا الوكاله تاني، الوكاله يوم الاحد، هنصور عنده تاني. هو بنزل شغل حلو وعنده برفانات حلوه قوي ب7:30. البرفانات اللي قدامكم ديت اي برفانات ب7:30. الحجم بتاعها حلو، مش صغيره، والريحه بتاعتها جميله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. الريحه بتاعتها تحفه. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس
عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله لو نزلنا الوكالة تاني هنصور عنده هو بينزل كل حد شغل جديد.